افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع فعاليات ورشة عمل حول استراتيجية إدارة المخلفات الزراعية بحضور عدد من الخبراء المعنيين بهذه القضية. المخلفات الزراعية لا تقل أهمية عن المخلفات البلدية، بل بالعكس الدولة بيطلع مجموعة من المخلفات ما بين 44 ل 45 مليون طن، بيتم استغلال أو تدوير فقط 20 مليون، يعني أقل بكثير من اللي احنا ممكن نستفيد منه اقتصاديا. احنا النهاردة بنتشاور على ده مع كل أصحاب المصلحة، ووجود كل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع معانا هو إن احنا مش عايزين يعني نكتب كلام ونوضح أدوار بدون ما يبقوا الشركاء الرئيسيين اللي بيصنعوا واللي بيعملوا ترجمة الكلام اللي احنا كاتبينه ده لتنفيذ على أرض الواقع ما يكونوش معانا. فإحنا النهاردة بنتشاور على هذه الاستراتيجية، بنأمل إن احنا الحاجة وعشرين مليون اللي لا يتم تدويرهم يبتدي إن احنا ندورهم مرة أخرى، بس بننتقل من مرحلة مشروعات صغيرة ومتوسطة اللي احنا بنعملها فعليا حاليا للشباب في القرى إلى مصانع كبيرة واستثمار ودخول القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة في هذه المنظومة. المخلفات الزراعية مهمة جدا، لأنها يا إما نستخدمها صح وهتفيد الاقتصاد وهتفيد المزارعين وتمثل دخل بالنسبة لهم، يا إما نهملها وتجيب علينا عائد سلبي زي السحابة السوداء زي الحرائق وزي أثر سلبية كتير من تركها في الريف وفي القرى. إحنا في الإنتاج الحربي ومع الهيئة العربية للتصنيع تقريبا كل المعدات اللي شغالة دلوقتي سواء كانت مصانع تدوير مخلفات زراعية أو مفارم أو كل المعدات اللي بتستخدم في هذا المجال من إنتاجنا احنا الاثنين، وبالتالي احنا شغالين مع وزارة البيئة ليس فقط في هذا الموضوع، إنما في زي ما انتم شايفين كده في موضوع إدارة المخلفات الصلبة مع وزارة التنمية المحلية، وسافرنا ألمانيا مع بعض وعاملين فريق مشترك وكل واحد ليه دور، وبنؤمن ان كلنا بنتكامل مع بعض في الاخر هتؤدي الى تنفيذ الاستراتيجيات بتاعت الدوله لصالح المواطنين، لصالح النظافه، لصالح التخلص الاقتصادي من المخلفات الزراعيه اللي احنا مجال ورشه العمل النهارده. بدأت وزارة البيئة منذ 15 عاما التعاون مع الجهات المعنية في التعامل مع المخلفات الزراعية للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن التخلص منها بطرق غير آمنة، ما أسفر عن النجاح في التعامل مع 98% من قش الرز الذي تم جمعه منذ العام الماضي بحسب ما قالت الوزيرة. دور الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي دور زي ما قلت دور عن قناعة إن احنا بننفذ مشروع قومي مهم للدولة، كلنا بنحلم في بيئة نظيفة، احنا دورنا ان احنا بننفذ هذه المشروعات وبنوفر الالات والمعدات والمصانع لتنفيذ هذه المشروعات القوميه الكبيره اللي لاول مره بيكون فيه اهتمام في مصر بيها، لاول مره بيكون فيه تخطيط منظم وفكر منظم وخطط موجوده ومبالغ مرصوده ليها بمبالغ ضخمه من أجل بيئة نظيفة نعيش فيها المواطن المصري. الهدف من الورشة هو الخروج باستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة في المتبقيات الزراعية، حيث ينتج القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 45 مليون طن سنويا من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية. إدارة المخلفات الموضوع اللي بيشغل بال وزارة البيئة طول الوقت، النهاردة البيئة بتتعاون مع الإنتاج الحربي وبيعملوا ورشة عمل لمتخصصين علشان يشوفوا إزاي نقدر نستفيد من مخلفاتنا اللي يقال إنها أغلى مخلفات في العالم. الموضوع متوقف على إزاي نعيد تدويرها ونستثمرها بشكل مثالي ونجيب من وراها عائد. فريد إدوار، سي تي في.